نكهته. ما تزيده كده بزياده، تحط عليه محمد عباس يعجبني دائما ينجح الفقره. والله شوف 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 والله شمراني اسمع. بس يا شمراني ترى زود البهارات. لا انا اثق في محمد عباس، هو ما يثق في الاخرين بس انا اثق فيه. شكرا. يجيبك كذا زرت ايه، مع انه ما جاب الا صوب بس برضو اثق فيه. اوه والله انساك. الله اكبر. لا خذ لا 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 لازم تصورني. شوف العيد هنا. شوي 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 ابو شوي ابو عمار. ايوه هنا جاء العيد. شايفين بالله؟ شايفين من كثرة المدح قاعد تمدح فيه. تمدح عليك محمد. لا 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 مدحنا البس جاب العيد. شوفوا كيف الدجاج، شوف الدجاج هنا كيف المنظر. الله لا لا طبعا هذه نقطة راح تتسجل عليكم على فكرة. الأمر عند كل شيء. حنضيفها حنضيفها. وعندك خصم محمد عباس 10 درجات. حتى انا هذا طبعا هذه غلطه كبيره. قال لا يخطئ. انا امس دخلت المطبخ. لازم تركز. اسمع امس دخلت المطبخ ايش لقيت؟ وانتوا ثلاثه في المطبخ لقيت اليوم امس في البيت دخلت زياده اليوم. شوف شوف امس البيت دخلت المطبخ. ايوه والله اول ما دخلت لقيت كذا في قدام الباب الشوربه نصها مكبوب. محمد لا اله الا الله. ايش صار؟ عباس الله يهديه. ايوه عباس الله يهديه. الله يهديه. امه التفتت كذا بس هو جاء دخل فجأة. ايوه مد يده على 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 على, 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 على الكورة، الكورة احنا نسميها ايش يسموها الطاسة. طاسة ايه كلها طاحت. كولا تسموها كولا؟ كورة 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 قصدك الكورة. محمد شوي كورة نسميها كورة. احنا بلاش كوارة نقول. هي قصدك. انا اعمل شنو؟ انا اعمل شنو الآن؟ ماشي ماشي الحين بس نضف هنا خلاص خلصنا طبختنا. خليني انضف نفسي. والله جبت العيد انا. خليني انضف نفسي اول شيء. يلا روح نضف نفسك وتعال كمل الطبخه. يا يلا هنا بقى عندي الشمال هو اللي يا مدير البرنامج. الطبخه اليوم يا منتج البرنامج بروح البيت اغير. لا لا يا محمد مشي الامور تمام. يعني الحين طول البث ريحه يلا يا شباب. يعني امورك طيبه. الله يا عباس زمزمك يا عباس. والله جبت العيد شايف.